صيد الحقيقي ناس كتير جدا بيسالني على المكان اللي اشك منه السمكه الحيه من عينيها ولا من بقها ولا من ظهرها. المكان ده مهم جدا بالنسبه للسمكه الحيه وسلوك السمكه الحيه اتجاه الافتراس. السمكه المفترسه اللي هي اللي هتتاكل والسمكه اللي هتاكلها دي ليها سلوك ودي ليها سلوك. هنبدا الاول بالسمكه اللي انت نازل بيها تتاكل. السمكه دي لازم تعرف حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان كل الصيادين بيشكوها من عينيها وفي صيادين بيشكوها بخاطرها بقها، بيحطوا السن في شفتها الاثنين ويخاطوها من بقها، وصيادين بيشكوها من فوق راسها وصيادين بيشكوها من ظهرها. انسب مكان تشكوا فيها هو المكان من ناحيه الديل من ورا اللي هو بعد النص ناحيه الديل، يعني نص السمكه الحته اللي ورا بعد النص على طول. ليه؟ لان انت بتبقى منزل الخيط وواقف فوق، فالسمكه بتبقى كده، انت بتيجي ادي نص السمكه بالظبط، انت بتيجي في الحته دي كده وتشكها، فالسمكه بتبقى نازله لتحت كده، فانت بتبتدي ان انت ترفع الخيط كل شويه فالسمكه تعمل الحركه دي. الحركه دي معناها ان السمكه بترجع لورا. سلوك السمكه المفترسه هنا بيبقى مهم جدا جدا. السمكه المفترسه عشان خاطر تفترس، اول ما بتشوف السمكه اللي قدامها بترجع لورا، العلامه دي علامه ان هي شافتها او خافت منها، فبتندفع عليها جري. طبعا اول ما السمكه تندفع عليها الثانيه بتقوم فاتحه خياشيمها، اول ما تفتح خياشيمها تشمها بتبتدي ان هي تهاجمها من عينيها على طول. السمكه اللي هي سمكه القاع تبتدي تهاجم منين؟ من العين. فالسمكه لما انت بترجع لورا وبتعمل كده هي بتشوف المفترسه تفتح خياشيمها، فبتديها الايحاء الكامل لعمليه الافتراس. يبقى انسب مكان ان انت تشبك منه السن بتاعك او الجلد بتاعك في الحي المكان اللي هو بعد النص ناحيه الديل، بعد النص مش النص، ناحيه الديل. المكان ده ممتاز جدا جدا، بس تاخده من الطرف فوق قوي عشان ما تجيش على العمود الشوكي بتاع السمكه وتموت السمكه على الطرف من فوق جدا. ده هيساعد المفترس ان هو يفترس اسرع، وهتساعد السمكة المفترسة ان تدي الاكشن للسمكة التانية ان هي هتفترسها. طب حد قال لي ان لو حط من العين، العين ممتازة وشغالة مفيش اي مشكلة، وكل صيادين اكل عيش شغالين بالعين، لكن انا بقول التكنيك المظبوط. طب لو خيطت البق مظبوط، لو فوق الدماغ مظبوطة، كل الاماكن دي كويسة وتجيب سمك، لكن التكنيك المظبوط هو بعد النص من ناحية الديل. تحياتي ليكم.